اخد رايك بس في قفله سيزون، بتهيالي يمكن يكون، انا وصفته الحقيقه انه موسم استثنائي، ويمكن يكون الانجح في مشوار 113 سنه للنادي الاهلي. يعني ما فيش سيزون لعبناه كان في هذا الكم الكبير جدا من العقبات. موسم طويل جدا، حصل فيه مطبات كتير جدا، تغيير جهاز فني، رحيل لعيبه، غيابات كتيره جدا على مدار مشوار الموسم كله، بتنافس في اكتر من جبهه، ورغم كده قدرت فرقه النادي الاهلي انها تحقق الثلاث بطولات. تتفق ان الموسم الاصعب، وشايف انه الاهلي مع موسيماني ختم الموسم ازاي؟ طبعا الموسم الاصعب ما فيش شك، حتى على مستوى العالم كله. ايوه انما اللي يحسب طبعا 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 انما اللي يحسب للجهاز الفني الحقيقه من ايام فايلر، مع بدايته ما بدا مع النادي الاهلي في بدايه الموسم، وتولي موسيماني يعني المسؤوليه ان هو يكون مدير فني ويكمل الموسم. أيوة. الحقيقه زائد برضو اللعيبه الحقيقه الفترة دي طبعا ما فيش شك كانت صعبة، انما انا شايف اللعيبة كانت مركزة جدا، مهتمية جدا، وانها تحقق حاجة للنادي، واعتقد يعني هي دي الاجواء اللي بيتميز بيها النادي الاهلي دايما. أيوة. دايما الهدف واحد، سواء لجهاز فني، سواء للاعبين، سواء لمجلس ادارة، الحقيقة كله ان هو تحقيق اي بطولة النادي الاهلي هو بيلعب ان هو يفوز بيها، قد يعني ما يوفقش ان هو يفوز باحدى البطولات، انما دايما الـ الهدف واحد، عينه على البطولة، وكله بالظبط، وكله في اتجاه، بيصير في اتجاه واحد. احيانا بيبقى في لعيب مدرب عنده طموح معين، وبيجد اللاعبين ما عندهمش نفس الطموح، صعب التوفيق، او العكس. أي. ممكن نادي كبير ولاعيبه كبيره ومدرب يمكن متواضع، ما عندوش نفس الطموحات، او ما عندوش نفس الامكانيات اللي يقدر يحقق الطموحات اللي موجوده عند اللاعبين، او اللي هو بيهدف اليها مجلس الاداره، برضه بتبقى فيه مشكلة. إنما الحمد لله إحنا مجلس الإدارة واللاعبين والأجهزة الفنية كلها اتجاه واحد، كله هدف واحد، أي بطولة النادي الأهلي بيلعب فيها يعني. هو